مرحبا بحضراتكم. واول فقره معانا وبنتكلم عن رياضه التجديف اللي هي مصطلح معروف، رياضه يعني معروفه لكن هي ليها مسميات وانواع اخرى بقى احنا هنعرفها اكتر مع ضيفتنا، زي حاجه اسمها كاياك وكانوي. خلينا نفهم اكتر ونرحب بضيفتنا نانسي احمد، حكم دولي في رياضه الكانوي. انا منطقها صح كده؟ صباح الفل عليك. صباح الفل، منوره الدنيا، اهلا بيك. اهلا نور حضرتك. طبعا لازم نسالك في البدايه، اشمعنى الكانوي؟ يعني اخترت الرياضه دي بناء على ايه؟ وعاده اي بنوته بتبتدي تمارس رياضه، يعني حتى يعني بعيدا عن التحكيم بشكل عام، غالبا ما بتكون اختياراتها محصوره الى حد كبير ما بين مثلا حاجة السباحه، الجمباز، النوع ده من الامور. فليه الكانوي؟ هقول لحضرتك، انا الاول كنت بلعب تجديف، ابتديت العب تجديف من وانا عندي 11 سنه. كنت بنزل كل سنه بطوله جمهوريه والحمد لله كنت بجيب ميداليات. وقتها اتحاد التجديف والكانوي كانوا اتحاد واحد. الاثنين كانوا نفس الاتحاد، اسمه اتحاد التجديف والكانوي. هما رياضتين مختلفتين ولا الكانوي ده نوع من انواع الرياضه؟ نفهم، هقول لحضرتك. هو الاول هما كانوا اتحاد واحد اسمه اتحاد التجديف والكانوي. دوليا كل اتحاد فيهم قائم بذاته، يعني دولي اتحاد التجديف الدولي قائم بذاته، واتحاد الكانوي الدولي قائم بذاته في مصر. وفي معظم بعض الدول العربيه زي السودان مثلا هتلاقي الاتحادين اتحاد التجديف والكانوي. 2011 ابتدى اتحاد التجديف والكانوي يتفصلوا عن بعض، يعني اتحاد الكانوي في مصر بقى قائم بذاته في 2011. اللي حصل انا كنت بلعب تجديف وقتها، ما كانش فيه مراكب كانوي ولا كان فيه اهتمام بلعبه الكانوي قوي، ما كانش عندنا مراكب اساسا وما كانش حد بيمارس اللعبه. في 2009 ابتدى يبقى فيه توجه انه يبقى فيه بنات وولاد بيلعبوا كانوي. كنا عددنا تقريبا البنات ما تكملش 10 على مستوى جمهوريه مصر العربيه بس اللي بيلعبوها. انا اول ما شفت اللعبه عجبتني، لان اولا هي لعبه فيها تحدي شويه، لان البالانس صعب جدا، اصعب من التجديف بمراحل. يعني انا نزلت في التجديف الاسكيف اللي هو القارب الفردي، وده البالانس فيه ما بيبقاش سهل، لكن في الكاياك الموضوع بيبقى صعب جدا، القارب رفيع قوي، المقداف حر في ايدك، فانت اي حركه يمين او شمال ممكن بتقلب في المايه، ممكن واحد يقلب مثلا 20 مره في المايه قبل ما يبقى عنده البالانس ان هو يقدر يمشي بمركب. فكان عجبني قوي موضوع التحدي فيها. ابتديت العب كاياك، وبعد كده في 2011 زي ما قلت لحضرتك اتفصل الاتحاد، ابتدوا يشوفوا ان هم محتاجين حكام، فابتدوا يدوروا على الناس المؤسسين للعبه او اللي ابتدوا اللعب. فدخلت التحكيم من اول بقى درجه ثالثه لغايه ثانيه اولى. بعد كده في 2019 الحمد لله كان في سافرت المغرب في دوره الالعاب الافريقيه، وامتحنت هناك دولي وبقيت حكم دولي. ومش انا بس، انا وكان معايا 10 حكام مصريين، فدي كانت حاجه كويسه يعني. جميل. رجال وسيدات طبعا. احنا حوالي كنا تقريبا اربع رجال وست بنات يعني. عدد اعلى. لا والحاجه اللطيفه ان احنا لما سافرنا في دوره الالعاب، طبعا كان وقتها الاتحاد، طبعا كان وقتها برئاسه القاضي محمد السكري، هو كان عنده توجه ان يبقى في حكام سن صغير موجودين، حكام دوليين سن صغير، فهو طبعا وجه بانه عايز يسفر اكبر عدد بحيث انه لو جت فرصه ان كلنا نجحنا فليه لا. صحيح. طبعا احنا الامتحان بره كان وقتها كانت دوره الالعاب الافريقيه في المغرب، كانش سهل بالمره، اللي كان بيمتحننا كان حكم ياباني، وكان في دايما بنسافر بره بيبقى في وجهه النظر انه ايه لو حد من افريقيا بيتقال ايه مش شطار قوي، مش فاهمين قوي، اللغه عندهم مش تمام. بس احنا دخلنا بصراحه كانت المفاجاه الغريبه ان ال11 حكم المصري نجحوا، ما كانش فيه غير اتنين بس من دول تانية زياده نجحوا معانا، والباقي دخلوا بقى زي دور تاني كده عشان يقدروا ينجحوا. عملوا لهم ملحق يعني. لا وطلعنا كمان، طلعنا له غلطه في الامتحان، يعني هو كان حاطط لنا القانون كل سنه بيتجدد، ده انتوا صلحتوا عدلتوا عليه كمان، واتحسبت البوينت دي للناس كلها. حلو جدا. فالحمد لله يعني من وقتها ابتديت بصراحه موضوع الكانوي، طبعا التحكيم حاجه ممتعه جدا، بس طبعا الكاياك والتجديف هما بيفرقوا عن بعض في حاجات كتير. الموضوع كده بالظبط زي ما بيكون بنفرق ما بين تنس الطاوله والتنس الارضي، الاثنين اسمهم تنس بس كل حاجه رولز ثانيه وقواعد رولز ثانيه بالظبط. يعني التجديف مثلا مركب التجديف هتلاقي المقاديف مثبته في المركب، القارب بيكون اطول بكتير، اللاعب بيقدف بظهره مش بوشه. الكانوي مختلف تماما، المركب اقصر والبالانس فيها اصعب وبيبقى فيها اكتر من نوع. على فكره رياضه الكانوي بتشبه شويه العاب القوه في ان هي تحت منها 12 لعبه، في 12 لعبه الكانوي لوحدها، تحت منها 12 لعبه
فيعني موضوع كبير جدا بالظبط يعني. فاحنا مثلا هتلاقي مثلا في الكانوي والكاياك سبرنت. الكانوي والكاياك، الكانوي ده بيبقى اللاعب مفروض ان هو فارد رجله مرتكز على ركبته، بيبقى ماسك مئداف بكفه واحده بيقدف ليمين لشمال، ده اسمه الكانوي. تمام. الكاياك اللاعب بيبقى جوه المركب ماسك مئداف حر في ايده، والمئداف ليه كفتين وبتدي يقدف يمين وشمال. الاثنين دولت ليهم مسمى اللي هو الكانوي سبرنت، او اللي هي السباقات اللي هي بتبقى عباره عن مسافات طبعا 200 متر 500 متر 1000 متر ولغايه 5000. وطبعا بتكون بتتعمل بحيث انه طبعا اللي بيخلص المسافه في وقت اسرع هو اللي بيكون واخد المركز ده. اوكي. ده الكانوي سبرنت، واحنا الحمد لله عندنا عدد كويس جدا حكام دوليين في الكانوي سبرنت. الرياضات الاخرى المستحدثه في منها مثلا الكانوي بولو، وده الاتحاد برضو كان وجه طبعا بنشر اللعبه ديت لان هي رياضه حلوه جدا قريبه للووتر بولو شويه. مراكب في المياه، خمس مراكب وخمس مراكب، فريقين قدام بعض وكوره، وبيحاولوا كل واحد يسجل نقطه. وطبعا بيكون الجديده دي ما شفتهاش قبل، وانا عن نفسي يا ريت لو في فيديوهات فعلا انا حابه او صور بالظبط. فاحنا كان لسه عندنا اصلا كمان. بصي بالراحه علينا بقى يا نانسي، واحده واحده يا نانسي انت عماله يعني بنحاول نجمع واحده واحده. احكي لنا مثلا ده ايه. تمام. دي مثلا المفروض ان دي مراكب خاصه بالاكاديميز. المراكب دي معموله للناس الان بروفيشنال او اللي ما جربوش الكاياك. دي حضرتك تقدري كفيرست ستيب يعني دي زي كده موضوع البنانا بوت، ان انت ممكن تروحي تاجريها وتنزلي. دي الووتر سبورتس. دي معموله علشان خاطر الناس اللي ما عندهاش بالانس، او حضرتك مثلا حابه ان انت تروحي تجربي يبقى في كوتش يمرنك ربع ساعه تقدري تنزلي في النيل. الاكاديمي دي موجوده مش بنفس الاول. لا مش بالبوتس دي. أوكي. ده جزء تاني من التصنيفات اللي بنتكلم عنها، ده الدراجون بوت. الدراجون بوت دي لعبه اصلا منتشره اكتر في شرق اسيا، وهي اساسها برضو طالعه برضو من الصين زي ما حضرتك شايف كده. انتوا كلكم في مركب واحده. دي جماعه يعني لو رجعنا للصوره اللي فاتت، الدراجون بوت زي ما حضرتك شفت بقوا 10 في المركب بيقدفوا كل واحد طبعا يمين وشمال، كل واحد ماسك يعني المركب. دي اكتر من مركب ولا مركب واحده؟ انا برضو دي مركب واحده. دي مركب واحده بس دول مش 10 ابدا اللي موجود. لا الصوره دي سكان عماره كامله تقريبا. لا هي ديت عشان دي معموله زي الاكاديميز كده برضو بينزلوها. أوكي. فدول ده شكل امبروفيشنال يعني ليها، ولكن دي المركب اللي بتبقى موجوده الدراجون بوت. بيبقى حد ماسك الدفه ورا وحد قاعد بطبله قدام بيطبل ويبتدي يحمس الناس. وطبعا المركب اللي بتقطع المسافه في اقل وقت هي دي طبعا بتكون المركب الكسبانه. الدراجون بوت بالمناسبه يعني موجوده عندنا بقى لها اكتر من 3 سنين في مصر. بطولات الجمهوريه بتتضمن منافسات للدراجون بوت. ودي رياضه طبعا مدرجه طبعا تبع الاتحاد المصري للكانوي. اللي احنا شايفينه ده الستاند اب بادلينج، ده تصنيف اخر بيتبع اتحاد الكانوي. الستاند اب بادلينج هو بيبقى واقف على سيرف كده زي ما حضرتك شايف. وبيبقى في ايده مئداف بس بيقدف وهو واقف. يعني في تفنن في تصعيب الامور على اللاعبين. لا بس عايزه انا عايزه اقول لحضرتك ممتعه جدا. دي الكانوي بولو بقى. اوكي. دي الكانوي بولو. طبعا زي ما حضرتك شايف هما بيكونوا اللعيبه ماسكين بيبقوا موجودين في قوارب. قوارب معموله بشكل معين ان هي ما تبقاش مدببه من قدام لانه بيخبطوا في بعض. طبعا لا هما اوريدي بيخبطوا في بعض بس عشان ما يحصلش زي احتكاك او يحصل. والكره بتتحدف بالايد عادي ولا بالمجداف نفسه؟ بيبقى في ريفري حكم في النص واقف بيحدف الكوره في النص، وابتدوا هما الاثنين يحاولوا ياخدوا الكوره. زي ما حضرتك شايف كده بيبقى في فيست هما لابسينه. وفي طبعا اللي هي الخوذه اللي لابسينها برضو علشان خاطر ما يحصلش اي اصابات. وبرضو المقاديف دي مش زي مقاديف الكاياك العاديه، دي بتبقى معموله ان سنها ما يبقاش مدبب عشان لو حد خبط حد ما يحصلش حاجه. بس دي لعبه ممتعه جدا، ويمكن كان عندنا بطوله فيها الشهر اللي فات. شكلها ممتع فعلا. يا ريت يعني نفسي بصراحه يعني النادي الاهلي يشترك في اللعبه دي، الموضوع هيفرق كتير جدا. تمام. بس فدي برضو اعتقد دي برضو ده SUV ستاند اب بدل. وده كله لازم ميه تبقى يعني نيل بحر. بصي هقول لحضرتك على حاجه، هو الطبيعي في الكاياك يعني حتى لما نيجي نبتدي القانون بحيرات وكده بتهيألي لا لازم ميبقاش فيه طيار، لازم ميبقاش فيه اي عوائق، لازم تبقى الدنيا الصح ان ميبقاش فيه طيار او فيه حاجه. في حاجات تانية بقى بتبقى فيها يعني ايه، لازم يبقى فيه موجه ولازم يبقى فيه حاجات ويحاولوا يعدوها يعني. لكن في العادي الاس يو بي مثلا او الكاياك او الكانوي السبرنت لازم تبقى المايه ممهده ما يبقاش في حاجه. واساسنا في كل اللي بنعمله لما بنيجي ننزل تحكيم اهم حاجه عندنا السيفتي بتاعت اللاعب، سلامه اللاعب دي اهم حاجه، والفيرنس طبعا. انت استمتعتي اكتر بالتحكيم ولا بممارسه اللعبه نفسها؟
بص هقول لحضرتك على حاجه، انا للامانه انا ما قعدتش كتير في الكاياك، لانه يعني انا اتخرجت 2011 من كليه اعلام جامعه القاهره، وقتها كنت حابه اشتغل في الميديا، والتمرين ده بيخلينا ان احنا كنا بننزل 5 الصبح من 5 ل 9 ده تمرين، وكان الموضوع بيبقى مرهق جدا، فانا ما يعني قضيت فتره اطول في التجديف، فممكن اكون استمتعت اكتر بالتجديف لانه يعني حوالي 12 سنه تجديف. في الكاياك التحكيم بالنسبه لي كان الموضوع متعة اكتر، لاني انا بقالي اكتر من 8 سنين او 9 سنين بحكم، فالموضوع مختلف. بعدين بحس ان انا حته ان انت بتبقى عندك لازم يبقى عندك المسؤوليه ان انت في الاخر في نتيجه لازم تطلعها بشكل فير جدا، بشكل عادل. احنا بنبقى فيه يعني طبعا الحكام بيبقى فيه اكتر من حكم في اكتر من مكان، بيبقى فيه حكم العام ده بيمشي ورا المراكب عشان يامن المراكب ويامن ان مفيش تداخل من بعض المراكب على بعضها وكده، فبيبقى كمان عندنا اسرتي ان احنا نوقف المراكب في المايه لو حصل اي حاجه انسيف او مركب اعترضت الطريق، فاهم حاجه عندنا طبعا السيفتي في الاول في الاخر. حلو. طيب خلينا نروح لملف تاني، وانت كمان اشتغلتي منسق عام لبعض البطولات القاريه صح؟ منسق اعلامي، فخلينا نعرف اكتر يعني كذا فيلد ما لهمش قوي علاقه ببعض. انت اول ما جت نانسي برضه بتقولي ان هي كانت تشتغلي في قناه برضو. اشتغلت في بعض القنوات، نعرف بعض يعني في روتانا وفي القاهره والناس بعض القنوات. اللي حصل انه في 2011 كانت الظروف صعبه جدا طبعا وقتها طبعاً. وما كانش فيه اهتمام بالالعاب الاخرى زي دلوقتي، يعني دلوقتي طبعا فخامه رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي مهتم جدا كل الرياضه، ووزير الشباب والرياضه طبعا دكتور اشرف صبحي بيهتم بكل اللعيبه الاولمبيين واللي عاملين انجازات، وفعلا يعني قدر ان هو في وقت قصير يخلي مصر تستضيف العديد من البطولات المهمه، وده ما كانش بيحصل قبل كده. يعني اللي انا عايزه اقوله لحضرتك، انا ابتديت 2011 ما كانش حد يعرف تجديف يعني ايه، كنا بنيجي اقول لهم يا جماعه تجديف يقولوا لي يعني فلوكه في الميه ما كانش حد فاهم الموضوع قوي، فانا ابتديت احس ان في ابطال كتير ما حدش يعرف عنهم حاجه، فكان الاقتراح ان احنا نجيب قنوات ونبتدي انسق مع القنوات الفضائيه انها تغطي الايفنتات حتى بطولات المنطقه وبطولات الجمهوريه للتعريف بالرياضه نفسها. للتعريف بالرياضه، فده اول اتحاد اشتغلت فيه منسق عالمي كان اتحاد الكانوي، بعد كده دلوقتي انا في اتحاد العاب القوه متحدث منسق عالمي في اتحاد العاب القوى، بعد كده الموضوع اتنقل لتنس الطاوله برضو، بقيت بنسق لهم بطولات، كنت منسق الاعلامي في البطوله الدوليه في شرم الشيخ، والمنسق الاعلامي برضو لدوره الالعاب الافريقيه منافسات الكانوي. طبعا يعني الاتحاد الافريقي هو اللي كان باعت للاتحاد المصري ان هو حابب ان انا انسق البطوله في المغرب، فكنت بسافر هو مسافره امتحن، وفي نفس الوقت ان انا يعني عايزه اعمل حاجه كويسه، وانا مبسوطه اصلا ابتديت اتبسط انه في ناس بقت تتعرف وفي لعيبه بقوا بيتعرفوا، يعني مثلا يمكن مثلا في العاب القوى حتى لعيبه زي مثلا بسنت حميده دي رقم واحد عندنا عربيا وافريقيا وتاهلت طوكيو، من سنتين ما كانش حد يعرف عنها حاجه، دلوقتي ممكن تلاقي سؤال في برنامج العباقره بسنت حميده بتلعب لعبه ايه؟ فانا بقيت حاسه انه يعني انا مبسوطه في ضوء على ناس المفروض نبقى عارفين عنهم طبعا، واحنا مصر بلد يعني مصر بلد عندها الامكانيات ان هي تعمل الحاجه بشكل مشرف وتعمل بطولات بشكل مشرف، وده حصل. لا ده حصل، وحصل على اعلى جوده زي ما بيقولوا احسن ليفل يعني. للاسف الشديد التشكيك اللي كان موجود زمان احنا ما نقدرش وما عندناش كوادر ما عندناش امكانيات، الكلام ده ملوش اي علاقه بالصحه يعني زي ما بتقال. فعلا احنا ابهرنا العالم من كذا ايفنت مختلف رياضه وغير رياضه كمان. وفي الكانوي تحديدا احنا كان عندنا في 2018 بطوله النيل الدوليه دي اتعملت في الاقصر، نائب رئيس الاتحاد الدولي نزل وحضر البطوله واشاد ده الحلو. احنا بس انا اسفه عشان الوقت بيخلص أكيد. بس اللي انت بتتكلمي فيه ده كمان فكره السياحه الرياضيه اللي انا وكريم دايما حريصين عليها، انت بتختاري كمان اماكن مختلفه ترويجا للسياحه، وفي نفس الوقت انتوا بتقدموا فيها يعني منافسه رياضيه. البطوله الافريقيه عليك. مثلا في 2019 اتعملت في العالمين، كنا اول اتحاد يعمل بطوله في العالمين للترويج. لا الحقيقه نشاطات مكثفه وكلها يعني جميله جدا، بنتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله في اللي جاي. بشكر حضرتك جدا، نورتينا، اهلا بيك. انا اتشرفت بيكم، سعيده بانك نورتينا، وعشان هي باك جراوند اعلامي برده فالكلام طالع مترتب ما فيش توقف، بس طبعا الوقت انا اسفه جدا يا نانسي، بس انت بجد نورتينا ومثال حلو جدا ومحترم للمراه المصريه. انا بشكرك جدا، ربنا يوفقك. احنا هنروح فاصل وهنرجع بعد كده، والفقره اللي كنا نوهنا انا وكريم عنها هيكون معانا الاستاذ ايمن جلبرتو مدير تحرير موقع يلا كوره، وللحديث لسه بقيه كتيره جدا عن ماتشات الاهلي اللي يعني اللي جايه اللي جايه اللي جايه.